من أرخص الأقلام لأعلاها ثمنا. هذا الفئة ما بها أي مزايا غير أنه يكتب في أغلب الأوقات ورخيص، واللي يكون راسه رفيع هذا كتاب تحسن. بهذه الفئة يكون الشكل شوي مرتب، وكذلك تدفق الحبر يكون أحسن، الخامة كذلك تتحسن، هي بلاستيك ولكنها أحسن من حق بريال. القلم الميداني هو قلم وأكثر، فهذا هيكله معدني ويكتب تحت الماء، هذا به فتحت كولا وتقدر تصير قاعدة للجوال، أما هذا به قلم لمس للجوال وإذا فكيته يطلع لك سكرو. هالفئة صلابتها أعلى من الفئات السابقة، بالرغم من أنك تقدر تلقى أقلام ريشة رخيصة إلا أني أجدها مرهونة بالفخامة. هالأقلام يزهاها الكهرومان وتطعيمات النحاس ولمعتها الأخاذة. هذه الفئة اللي تليق بمنصب الوزاري، هذا مطلب الذهب عيار 18 والبلاتينيوم اللي هو أغلى من الذهب، أما هذا فهو مطلب الروديوم ومرصع بكريستال نمساوي، وسعر الروديوم 5 أضعاف سعر الذهب. النكش اللي على هالقلمين منقوش بشكل يدوي، وبس 500 حبة متوفرة منهما.